السيدة سليماني سالا من الجزائر، مديرة النشر فرانس فانون لنشر والتوزيع من الجزائر العاصمة. هذه أول مشاركة لنا في صالون وجدة، وأنا في أشد السعادة، يعني لأنها عندنا أهداف كثيرة من هذه المشاركة. أولاً بطبيعة الحال تثبيت تواجدنا في المغرب، في كل المغرب، في كل بلدان، والهدف الأعمق وهو تكريس أول خطوة لتبادل ومشاركة ثقافية بين البلدين. وبهذا الصدد قد نشرنا كتاب لمحمد أركون ربي يرحمه مع مشاركة كويديسيون بين دار النشر فرانس فانون الجزائرية ودار لابونسي ليبغ المغربية، وهو آخر نشر لمحمد أركون، وهو لاسبي ريفورميست دو لوفر دو طه حسين. أما عن الإقبال فهو حسن جدا. الأيام الأولى كان الإقبال متوسط، أما البارح واليوم الحمد لله، وهناك نوع من الفضول للقراء المغربيين بالنسبة للستاند الجيريان، بالنسبة لكتبنا، والكثير منهم يبحثون وقالوا لنا العام الجاي جيبوا لنا تال 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 تيتر، يعني إقبال جد حسن والحمد لله. والإقبال كويس يعني، خصوصا على الدراسات الإسلامية الكتب اللي جبناهم وكل تقريبا مشي، والأدب التونسي، وهذا شيء خارق العادة، شيء معناها والله سي برسك لا ميم شوز، ما فهمش معناها. المرة اللي فاتت ديزون الاكتشاف المعرض، المرة هذه ولينا نعرفوا أكثر، معناها سي برسك لا ميم شوز. أنا الحاجة الوحيدة اللي نحب نحكي هو أنه لو كان المعرض هذايا التظاهر هذه كلها يعني تاخذ تعمل شويه جذور في مع الشباب المغربي، يعني المحاضرات اللي قاعده تصير توا في لي سال سي بيان، مي لو كان تبدا صاله كبيره لهنا والجمهور نتاع الشباب هو اللي يشارك في المحاضرات ويسمع مش قاعد يتقال، سو سري معناها تترسخ التقليد هذايا. اسمي تشين زهان، جئت من الصين وشركتنا في مدينة بكين، وهذه أول مرة بالنسبة إلينا لحضور هذه المخرج في وجدة، ونحن سعيدون بالحضور هذه النشاطات. ولدينا مكتبة في عاصمة رباط اسمها لزيتوا، لدينا كل مجموعة الكتاب باللغات الفرنسية العربية الصينية والإنجليزية، ومعظم كتاب في دار نشرنا هو للأطفال، ويوجد موضوعات أساسية حول الثقافة الصينية وأساسية صينية. ومرحبا بكم لزيارنا في عاصمة رباط. نريد أن نؤتيكم جميعا يعني كتاب صينية، ويعني كل مجموعة الكتاب مترجمة من لغات الصينية إلى اللغات الفرنسية والعربية، ونريد أن تقوية وتعزز ثقافة الصيني مع مغربيين وصينيين هكذا.